انتهى قبل أسابيع في عاصمة كوريا الجنوبية سيول عرض مسرحية بعنوان الخوذة، الذي قدم مقاربة بين الحراك الثوري بكوريا ضد الحكم الدكتاتوري في ثمانينيات القرن الماضي وبين الحراك الثوري السوري وتحديداً حراك حلب. العمل كتب من قبل شابة شاركت في المظاهرات الطلابية بسيول عام 1987، وأخرجه شاب متضامن مع الشعب السوري ومن تمثيل مجموعة من الممثلين الكوريين المتضامنين أيضا مع الشعب السوري. العرض تم في غرفتين منفصلتين، حيث تمت إعادة إحياء ما حصل في كل من كوريا وسوريا ضمن سياق واحد ومحاور مشتركة، وهي الحرية والديمقراطية والقمع والتعذيب والثورة. وتم تسمية العمل بالخوذة لما تحمله من رمز إيجابي للخوذ البيضاء في سوريا وسلبي في كوريا. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا عبد الوهاب محمد آغا، الذي شارك في العمل كمستشار للمسرحية والمشرف على إنتاجها من سيول عاصمة كوريا الجنوبية. صباح الخير. صباح الخير. أول شيء كم الساعة عندك هلا؟ الساعة 5:00 في كوريا. مساء الخير معناتها. مساء الخير لألك. مساء الخير وصباح الخير في كوريا. أهلا بك. خبرنا كيف بدأت فكرة المسرحية؟ فكرة المسرحية مثل ما ذكرت من شوي هي عبارة مقاربة بين الواقع السوري الحالي وبين الدكتاتورية اللي كانت في كوريا في الماضي. ففريق عمل مسرحي كوري مهتم بهذه الأمور، وكان متضامن مع حصار حلب في 2014 تقريبا في تلك الفترة. فكتبوا المسرحية على هذا الشكل بحيث أنه يجذبوا انتباه المجتمع الكوري للمذابح والقصف اللي عم يصير في سوريا، ومشان يعني وعوا المجتمع الكوري. حلو. فأسهل طريقة لجذب انتباه الشعب الكوري هي عن طريق الثقافة والفن. فكتبوا المسرحية هاي مقارنة مع الواقع الكوري الماضي في الثمانينات. كوريا في الثمانينات كانت بمرحلة ديكتاتورية أيضا، وكانت في مظاهرات باستمرار طالب الحرية والكرامة والديمقراطية. وكان في قمع وهيك. فمن هذا الأساس انطلقوا كتبوا نص المسرحية، فبدأوا ب 2014 وانتهى يعني الكتاب ب 2015. وتم أول عرض المسرحية بشكل مختصر ب 2015 تقريبا. وحصل على اهتمام كبير صراحة من المجتمع الكوري تلك الفترة، يعني على أساس أنه هي فكرة نوعا ما جديدة على المجتمع الكوري. عادة الأعمال الفنية الكورية تكون تتكلم عن داخل كوريا حصرا. نعم. فهي عملوا مزج، كورية وبين مزج، عملوا مزج بين التاريخ الماضي الأسود الكوري والتاريخ الحالي الأسود السوري. طيب عبد الوهاب، خلينا نحكي شوي عن فكرة الخوذة بحد ذاتها. لماذا سميت المسرحية بالخوذة؟ وذكر أنه الخوذة يعني مضمونة إيجابي بالنسبة للخوذ البيضاء في سوريا، ولكن سلبي في كوريا. شو السبب؟ في الثمانينيات الماضي لما كانت مظاهرة الطلابية تصير في سيول خاصة أمام الجامعات، كانوا الجيش الكوري لما يدخل وقوات مكافحة الشغب لما يدخلوا على المظاهرة في ضد المظاهرة كانوا يلبسوا خوذة بيضاء دائما. ويحملوا بيدهم الهرقة أو العصا ويضربوا المتظاهرين. فبالنسبة للكوريين، للشعب الكوري، الخوذة البيضاء يعني تعني شيء سلبي، خوف، رعب. طيب سيد عبد الوهاب، ذكرت الخوذة البيضاء يعني دائما يشعرون بحالة نفسية سيئة، لكن في سوريا الموضوع مختلف تماما. الخوذة البيضاء يعني كان ترمز للسلام، ترمز للنجاة. فبدأوا من هاي النقطة، يعني فإنه الخوذة هي نفسها، فاستخدامها هو اللي حدد شكلها إيجابي أو سلبي. صحيح. سيد عبد الوهاب، ذكرت حضرتك إنه بكوريا دائما بيحكوا عن اللي عم بيصير عندهم. هل الشعب الكوري عنده فكرة عن الثورة السورية، عن اللي عم بيصير بسوريا، أو المسرحية هدفها نقل اللي عم بيصير بسوريا؟ للأسف الشديد يعني مو كل الشعب الكوري عنده اطلاع على يعني الواقع السوري الحالي. كثير ناس من المجتمع الكوري ما عنده أي خلفية عن الربيع العربي أو المظاهرات أو عن أي واقع العربي بشكل كامل يعني. لكن في نسبة قليلة من يعني من الجمهور أو من الشعب الكوري مهتم في القضية الدولية، ومنها القضية السورية. فمن خلال هذا العمل حاولوا فريق العمل أنه يجذبوا أكبر قدر ممكن من يعني الشعب الكوري للتعريف
الواقع السوري الحالي. وانت كسوري مشارك بالعمل كمستشار، برايك الى اي حد قدر يوصل هذا العمل كجزء من ما حدث في سوريا ويحدث؟ من وجهة نظري كسوري ومن وجهة نظري كمقيم في كوريا مدة طويلة جدا، العمل ناجح بمختلف المقاييس على جميع الأصعدة والمقاييس، لأنه جذب اهتمام المجتمع الكوري بشكل كامل، خاصة أنه نتكلم على جزئية مهمة في التاريخ الكوري، جزئية سوداء لحد الآن الشعب الكوري يعاني منها ويتألم لما يذكر هذه المرحلة، فلما ربطوها مع الواقع السوري اللي عم يصير حاليا فوجد تضامن كبير جدا. يعني اتذكر 2015 لما صار اول عرض المسرحيه كان العرض على بشكل محدود وحصلت على اهتمام كبير، لكن تم اعاده عرضها مره ثانيه ب 2017، تمت يعني انباعت البطاقات كلياتها خلال يومين واستمر العرض لمده 3 شهور ونص. فهي السنه تماما اعدنا مره ثانيه كتابه العرض فانتهت، يعني البطاقات انباعت خلال ساعة من تاريخ عرضها من حال الجمهور، فكثير يعني حاطة اسمها على الانتظار ويتنج علشان يحضر العرض وما حصلوا على بطاقات، فيطالبوا انه بعروض ثانية يعني عروض جديدة او يمددوا العرض بشكل ثانية. ما زال يعني الصدى كبير جدا في المجتمع الكوري. نتمنى أنه يكون ما حصل في كوريا أو التجربة الكورية والحرية اللي نالوها وهالتطور اللي عايشينه حاليا وقيمة الناتج المحلي العالي في كوريا، أنه ننقل هاي التجربة نفسها لسوريا وتكون هيك نتائج. شكرا لك عبد الوهاب محمد آغا، كنت مشارك في العمل كمستشار للمسرحية ومشرف على إنتاجها من سيول كوريا الجنوبية. شكرا لك. نهارك سعيد. نهارك سعيد.